تابعت معنا الكلمة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، وهو يرسي قواعد جديدة ربما، ويقول بأن أمريكا ستعود مرة أخرى إلى ريادة العالم، وأننا نواجه التشرذم، نواجه الإرهاب الداخلي، نواجه العنصرية المقيتة. وتعليقك على هذه الكلمة وأهم ما جاء فيها. أولا، نحن أمام مشاهد كثيرة استثنائية في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن. نحن أمام انقسام حزبي كبير، أمام غضب لدى الشارع الأمريكي من تداعيات وباء كورونا ووصول عدد الوفيات إلى 400,000 وفاة من التداعيات الاقتصادية والانكماش الاقتصادي وارتفاع العجز الأمريكي والدين العام. وبالتالي هناك مشاهد كثيرة، أيضا السكنة العسكرية التي أصبحت عليها واشنطن مع هذا الحصار الأمني لتأمين حفل التنصيب. لدينا مشهد استثنائي في وصول أكبر رئيس أمريكي سنا، الرئيس جو بايدن 78 عاما، يصل إلى سدة الحكم لمدة 4 سنوات قادمة. لدينا أيضا مشهد استثنائي في وصول امرأة إلى منصب نائب الرئيس، وهي أول امرأة سوداء. لدينا أيضا مشاهد تتعلق بخطاب بايدن ودعوته للتوحد ودعوته إلى جعل أمريكا يعني قوة للخير ونشر الديمقراطية مرة أخرى. مشهد آخر في هذا الكونغرس، هذا المبنى الذي كان مشهدا مأساويا سيبقى عالقا في الأذهان، في اقتحام المناصرين لترامب لهذا المبنى وتهشيم الزجاج والكثير من الأبواب وسرقة الأوراق وأجهزة الكمبيوتر. هذا المشهد بعد 14 يوما يعود المبنى مرة أخرى بجلاله وبصورة أبهى ما يكون في هذا الحدث. كيف سيمضي الرئيس بايدن في أجندته؟ ربما نشهد على مدار اليوم خلال الساعات القادمة بعد وضع إكليل من الظهور في مقبرة أرلينغتون للأمريكيين أو الشهداء الأمريكيين، سيعود الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض ويتولى مهام منصبه بأكثر من 15 إلى 17 قرار تنفيذي. كما جاء ترامب محاولا إلغاء الكثير من القرارات التي أصدرها الرئيس السابق أو الأسبق باراك أوباما، سيأتي جو بايدن ويلغي الكثير من القرارات التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بالعودة إلى اتفاق المناخ، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالهجرة، فيما يتعلق أيضا بإلغاء حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب على القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، فيما يتعلق بتداعيات وباء كورونا والالتزام بارتداء الكمامات في كل الأجهزة وكل الإدارات الحكومية، في إجراءات تحفيز اقتصادي. وهذا هو العنصر المهم داخل الشارع الأمريكي، لأن هناك حالة غضب من إفلاس الشركات وتسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة. يسعى بايدن إلى تخصيص وتمرير 1.9 تريليون دولار كحوافز اقتصادية يدعم بها الاقتصاد الأمريكي. هبة ابقي معي.